الصلاة والسلام على النبي المصطفى علي المقام. أعياه علاجه، أدلة شرعية على جواز التبرك بالأنبياء والصالحين وآثارهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته الميامين. روى الحافظ الضياء المقدسي أن الحافظ عبد الغني المقدسي الحنبلي أصيب بدمل أعياه علاجه، فمسح به قبر الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه تبركا فبرئ. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هلي ببعض ثيابه أوقح لطيب ترابه وأضم قبر جنابه.